هنا بقرية الشهيد عباد رمضان أو النقطة 50، شبكة الكهرباء تصل بيوت الساكنة بعد إتمام مشروع الربط. استفدنا من ديبو نتاع الغاز في هذه الزيارة هذه، وإحنا الشيء اللي البرج حقيقة إنها في تطور وماشي لقدام الحمد لله. إنتاج الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية مشروع استراتيجي بديل وصديق للبيئة، كما تم أيضا توسيع محطة توليد الكهرباء بالوقود والغاز إلى سعة إنتاجية تصل إلى 58 ميجاوات. عندنا برنامج بالنسبة لنفطال، برنامج كبير وواعد، وسوف تباشر به شركة قوية كذلك، وهي شركة جي سي بي تابعة لمجمع سوناتراك، راح تقوم بإنجاز أكبر مخزون للوقود عبر ولايات الجنوب الكبير، فراح يغطي هذا المخزون كل حاجيات الولاية. مشروع الحي السكني الجديد 825 مسكنا ببلدية برج باجي مختار تم ربطه بشبكة الكهرباء، والهدف تغطية أوسع لساكنة الولاية. الهدف تاعنا أولا يعني المرور من 62% اليوم كتغطية للكهرباء في الولاية، في ربوع الولاية ولاية برج باجي مختار، إلى آفاق 98% لهذه المدة القصيرة، مدة 18 شهر. فبرامج المسطرة من سون الغاز راح توصل لتحقيق هذا الهدف الأول بالنسبة لتغطية الكهرباء في الولاية. وفرة الطاقة الكهربائية ومشاريع تزويد المنطقة بمادة الغاز ومشاريع منجمية واعدة تنتظر برج باجي مختار وأهلها. إن شاء الله نحن على حسب الهضرة نتاع الوزير واش قال لنا، كاين خير واستبشرنا خير وراه يطيد الدراسة. تغطية المنطقة وتزويدها بكل موارد الطاقة من شأنه تنشيط الفعل الصناعي والاقتصادي والامتداد أكثر نحو العمق الإفريقي.